برحب بحضراتكم. طبعا النهارده انا بقى معايا يعني موهبه فنيه جميله جدا، ولد امور، ورغم صغر سنه هو ما كملش لسه 6 سنين، ولكن هو عبقري في الغناء وفي الانشاد، ورغم سبحان الله ان هو يعني عنده كف بصر، ولكن بيقدر يحفظ بطريقه جميله، وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، زائد مساعده والدته ان هي مش سايباه، دار اوبرا بتوديه، عند مدربين بتوديه. بصراحه السيده قايمه بكل واجباتها، وهي يعني بتطمح ان هو يبقى زي كده ان شاء الله محمد الكحلاوي كده، المنشد الجميل ان شاء الله. فرحبوا بقى معايا بضيفي الجميل، هو اسمه عمر حماده، وطبعا والدته كمان معاه، هنرحب بيها. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك، بنرحب بيكي استاذه حمده يوسف، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ازيك يا عموري، عامل ايه؟ الحمد لله. برحب بيكي يا عمر، انت زي العسل بقى. وامور ممكن بقى تقولي انت في سنه كام؟ في كي جي 2. في كي جي 2 في مدرسه ايه؟ ماما هتغشش بقى، ماما هتغشش بقى ولا ايه؟ احنا جايبين ماما عشان تغششنا النهارده. اسمها ايه؟ بس عشان ما تطلعكش. هتطلع ماما يعني؟ المدرسه اسمها ايه؟ طه حسين. طه حسين؟ طيب قول لي بقى يا عموري، انت في دار الاوبرا بقى لك قد ايه؟ بقالي من 4 سنين. من 4 سنين في دار الاوبرا؟ يعني انت دخلت دار الاوبرا انت عندك سنه؟ لا ماما تقول بقى ايه يا مدام حمده، قول لنا كده. هو لسه دخل السنه دي. ما عمر عنده 5 سنين مش كده؟ عندك كام سنه؟ 5 سنين. 5 سنين. طيب ما عشان كده انت دخلت عندك الاوبرا عندك سنه بقى، صح كده؟ بتضحك عليا. إيه هو دخل الاوبرا امتى يا مدام حمده؟ هو لسه الصيف اللي فات. ومين بيدربه بقى؟ الدكتوره مرفت فريم. لا بره بقى يعني. انا اللي بقول. بس استنى يا عمر، في حد تاني بيدربه عن انشاد؟ يعني الاوبرا ما فيهاش انشاد. الاستاذ احمد عبد الكريم والاستاذ احمد عبيد. ما شاء الله. بصي يا عموري بقى، انا شايفه ماما بتقول ان انت عملت لها اغنيه جميله في عيد الام اسمها ماما يا نور بيتنا. يلا بينا نغنيها. امي يا نور بيتنا، يلا بقى غنيها لنا كده. يلا غني بقى عشان الصوت يطلع. الصوت يطلع اهو. ام. ايوه صح كده. قول يلا. قول يلا. يلا شاطر. قوم كمل يا عمر. استغفر الله العظيم يا رب، هو مشكلته عايز المايك التاني. ما هي غني اهو. يلا. يلا قوم. قوم. ام. ايوه اوصى. امي نور بيتنا ست الكل بموت فيكي، بوجودك تحلى الدنيا دي لو بصت ايديكي، ربنا يحميكي يخليكي يبارك فيكي، من غيرك يعرف تفاصيلي، يسهر ويصلي ويدعيلي، مهتمة بشكلي ولبسي واكلي، حتى مشاكلتي بتشيل. أمي نور بيتنا ست الكل بموت فيكي، بوجودك تحلى الدنيا دي لو بوسط ايديكي، ربنا يحميكي يخليكي يبارك فيكي، بتنامي وبالك ما ينامش، جدنا على ايدك قوم تمشي، على طول انا شايله امانه، ولو تعبانه ما بيبانش، امي نور بيتنا ست الكل بموت فيكي، بوجودك تحلى الدنيا دي لو بوسط ايديكي، ربنا يحميكي يخليكي يبارك فيكي. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ انت فنان كبير قوي يا عمر، ايه الحلاوه دي؟ إيه شكرا يا شكرا. طيب انا سمعت بقى ان انت بتعمل انشاد جميل وفي نشيد جميل. بسرعه غني لي بقى يا خير خلق الله بسرعه الانشاد بسرعه عشان انت ضيعت الوقت. يلا يا خير خلق. ايه ده؟ يلا يا عمر هو طالع الصوت. يلا يا خير خلق الله يا رسول الله، يا خير خلق الله يا حبيب الله، أنت الحبيب أنت الطبيب أنت الشفيع للمؤمنين، نور الهدى نبض الحياة، أتيت رحمة للعالمين، صلوا عليه صلوا عليه صلوا على نبينا مليون صلاة. الله ايه الجمال ده؟
كده يا عمر، ده انت منشد ومغني، ده انت بقى كده ايه حكايه. بس انت ليه بقى بتضايقني بقى؟ المره الجايه تبقى احلى من كده. ماشي. المره الجايه بقى هجيبك وتغني حاجه اجمل من كده كمان، تكون بقى بقيت اشطر. في نهايه الفقره بشكرك يا عمر يا حبيبي، وبشكر حضرتك مدام حمده، وكتر خيرك على المجهود اللي انت عاملاه مع عمر رغم ان هو صغير يعني، عشان كده تعبنا. لا خلاص كده كفايه. في نهايه اللقاء بشكر حضراتكم واشوفكم في حلقه جديده من ماما شاتو. Merci.